بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الدروس الماضية أنواع التفريق ما بين الزوجين، التفريق بالإرادة والتفريق بحكم القاضي. التفريق بالإرادة مثل الطلاق والخلع، والتفريق بحكم القاضي مثل التفريق للشقاق والنزاع، وكذلك عندنا التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق، والتفريق للغيبة أو الهجر أو الحبس، والتفريق للعيوب. وذكرنا انه هذا اللي بنحكي دائما انواع التفريق، هذا المقصود فيه. لما نتكلم عن انواع الطلاق المقصود فيه رجعي بائن بينونه صغرى، بائن بينونه كبرى. بعد ما تكلمنا عن المثالين اللي بتعلق بالتفريق بالاراده له الطلاق والخلع، بدنا نيجي اليوم على النوع الثاني من انواع التفريق، وهو التفريق بين الزوجين بحكم القاضي. طبعا قبل ما ندخل بالحالات اللي يفرق فيها بين الزوجين بحكم القاضي، بدنا نعرف انه الاسلام شرع للقاضي التدخل للتفريق بين الزوجين في حالات، انه الاولى اذا زادت الخلافات بين الزوجين وتعذر الاصلاح بينهما، ورفض الزوج ايقاع الطلاق بنفسه او له مصلحه في التفريق عن طريق المحكمه لحفظ حقوقه، يعني ما بده يدفع مهر، بروح عن طريق المحكمه حتى انه ما يدفع المهر. والحاله الثانيه اذا رغبت الزوجه في الطلاق مع الحفاظ على حقها، وزوجها يرفض الطلاق تحتفظ فيها. ايضا ما بدها تعمل خلع مشان ما ترد له المهر، لا بتقول انه انا بطلق عن طريق او بتخلص من الارتباط مع الزوج عن طريق التفريق بينها وبين زوجها بحكم القاضي. طيب اذا كان هذا الحال انه الزوج له مصلحه بالتفريق عن طريق القاضي مشان يحفظ حقوقه، الزوجه لها مصلحه بالتفريق عن طريق القاضي مشان تحفظ حقوقها، فشرط التفريق بين الزوجين بحكم القاضي انه يكون بناء على طلب احد الزوجين. يعني القاضي ما بروح ببحث عن مشاكل واقع بالمجتمع، لا، زوجين واحد منهم الزوج او الزوجه رفع قضيه عند القاضي، بصير قضيه الان التفريق بحكم القاضي، بشرط طبعا انه يكون تدخله في ما بين الزوجين في التفريق ما بين الزوجين قائم على مصلحه الاسره، وكذلك شرع الله سبحانه وتعالى. يجي سؤال، في السنوات السابقه الحالات التي يفرق فيها بين الزوجين بحكم القاضي كثيره، اذكر اربعا منها العناوين، اذكر اربعا منها. طبعا اجى هذا مرتين في على المنهج الجديد. هاي أربعة، عندنا أربع حالات موجودة: التفريق للشقاق والنزاع، التفريق لعدم القدرة على الإنفاق، التفريق للغيبة أو الهجر أو الحبس، التفريق للعيوب. خلينا نشوف واحد واحدة، نشوف متى يجوز لأي من الزوجين أن يطلب من القاضي التفريق للشقاق والنزاع. إذا هذه المسألة بدنا نعرف أنها للزوجين، يعني أي واحد من الزوجين يستطيع أن يرفع مثل هذه القضية اللي هي التفريق للشقاق والنزاع. وكلمة الشقاق والنزاع واضحة انه في مشاكل، شقاق ونزاع مشاكل مستمرة. شو طبيعة هذه المشاكل؟ طبعا مش اي مشكلة، طبيعة هذه المشكلة انه او المشاكل انه الحياة الزوجية بتستعصي وما بتمشي بينهم كويس، وبتستمر مع الضرر، سواء كانت القضية رفعتها الزوج على الزوج او كان الزوج رفع القضية على الزوجة. لذلك الأسباب عندنا، أو متى يجوز لأي واحد من الزوجين أن يرفع مثل هذه القضية، بنقول الأمر الأول إذا ادعى الضرر اللحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان هذا الضرر حسي أو كان معنوي. حسي مثل بالفعل، مثل الضرب بالقول مثلا، السبب صح ومعنوي، بس لكن كمان بيؤدي لقضية حسية وكذا. المعنوي مثل انه يتصرف تصرف مخل بالاخلاق داخل الاسرة جوا البيت، مثلا يجيب خمر ويصير جوا البيت يسكر، فهذا من الاسباب. ايضا الامر الثاني انه من الاسباب اللي ممكن انها ترفع القضية لاجله، إذا أخل أحد الزوجين بالواجبات والحقوق الزوجية تجاه الطرف الآخر، وأخل واحد منهم أخل، بيجي الثاني برفع قضية بدل ما يطلق أو بدل ما هي ما تخلع زوجها. طيب الآن هذه الأسباب توفرت، المحكمة لما ترفع إلها قضية بتتعلق بالشقاق والنزاع إيش دورها؟
ما هو دور المحكمة بشأن القضايا التي تتعلق بالشقاق والنزاع؟ أول حاجة محاولة الإصلاح بين الزوجين، محاولة الإصلاح بين الزوجين. الأمر الثاني، إذا ما صار في إصلاح بين الزوجين، القاضي بيأجل الدعوة مدة شهر أمل بالمصالح، بقول لهم روحوا غيبوا شهر. تذكروا هذا الكلام في قضية الخلع القضائي، شهر بدنا نربط أنهم في مدة، هاي المدة بدنا نحفظها. القاضي بيقول لهم روحوا لمدة شهر بأجل القضية أمل بالمصالحة. الأمر الثالث، إذا ما صار خلال الشهر بينهم أي مصالحة، القاضي الآن بعين حكمين للإصلاح بين الزوجين، حكمين رجلين بعينهم أنهم يحاولوا يقاربوا وجهات النظر بين الزوجين. النقطة الرابعة، إذا تبين للحكمين تعذر الإصلاح واستمرار الحياة الزوجية، بيقرروا التفريق بين الزوجين، يقرران التفريق بين الزوجين. الأمر الخامس بدور المحكمة أو دور القاضي، أنه يكون حكم القاضي بعد ذلك بناء على قرار الحكمين بالتفريق بينهما بقضية الشقاق والنزاع. تمام؟ إذن هذا خمس مراحل. إصلاح، ما فيش إصلاح بصير إمهال لمدة شهر، ما زبط الإمهال لمدة شهر بعين حكمين لمحاولة المصالحة، ما زبط الحكمين بكتبوا تقرير للقاضي أنه الحياة مش نافعة بينهم وخلص بدنا نخلصهم. الأمر الخامس، القاضي ما في قدامه مجال إلا أنه يستجيب لقرار الحكمين بفسخ العلاقة ما بينهم. وبتكون هذا الاستجابة من القاضي أو التفريق بين الزوجين بحسب قرار الحكمين على واحد من الحالات الثلاث الآتية. الحالات تتعلق بإيش؟ بتقسيم المهر. إذا كانت الإساءة، إذا ثبت لدى الحكمين أنه الإساءة كلياتها من الزوج، الآن بده يندفع للمرأة كل المهر عوض بحدود المهر وتوابعه، بده يدفع الزوج. طيب، إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة، أيضا بدها ترجع لزوجها المهر وتوابعه، المهر وتوابعه بتترجع لزوجها مثل الخلع تماما. المشكلة كانت كلها من المرأة بتترجع لزوجها، وهذا كان مثل الطلاق بده يدفع بحدود المهر وكمان بده ينفق عليها فترة العدة. الحالة الثالثة، إذا كانت الإساءة مشتركة بينهما على حسب تقدير الحكمين، قديش نسبة الإساءة بقدر وقديش نسبة أنه يرجع للزوج وأنه يبقى للزوج. يعني لو كانت مثلا نسبة الإساءة 50% من الرجل و 50% من المرأة، المرأة بتأخذ نصف المهر وبترجع النصف الثاني للرجل، وكمان يلزمه جزء من النفقة. طيب، هذا ما يتعرض. طيب، إيش نوع الطلاق البوقع بالتفريق للشقاق والنزاع؟ نوع بائن بين صورة. الطلاق بائن، الطلاق نوعه بائن بينونة صغرى، هذا نوع الطلاق. طيب، الآن احنا قلنا انه من بين اجراءات المحكمة انها بتعين حكمين. طيب، شو شروط الحكمين؟ شروط الحكمين واحد، ان يكون رجلين، يعني امرأتين ما بزبط، ان يكون رجلين عدلين ناس ثقات قادرين على الاصلاح، بيقدروا انهم يقربوا وجهة النظر. اثنين، أن يكون من أهل الزوجين. ليش أنهم يكونوا من أهل الزوجين؟ لأنهما أدرى بأحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما، يكتم الأسرار. هذا النقطة الثانية. الشرط الثالث، إذا لم يتيسر ذلك، ما كان من أهل الزوجين، بعين القاضي حكمين من أهل الخبرة والعدالة، الخبرة في الإصلاح والعدالة، أن يكونوا ناس صادقين وبيحبوا مصلحة البشر. طيب، إذا هذه شروط الحكمين. طيب، ايش دور الحكمين اللي بعينهم القاضي، سواء كان من اهل الزوج من اهل الزوج واهل الزوج، او كانوا من غيرهم، ايش دورهم؟ الامر الاول، الدور الاول، واحد، بحث اسباب الشقاق والنزاع، ليش هاي المشاكل موجوده بينهم، بحطوا الاسباب. الامر الثاني، محاوله الاصلاح بين الزوجين، هاي وظيفتهم. الامر الثالث،
إصدار قرار بالتفريق بين الزوجين وتقدير الأضرار بينهما وما يلحق كل واحد منهما من توابع مالية في حال عدم القدرة على الإصلاح. بكتبوا بينه بقرروا إنه تفريق بينهم وبقدر الأضرار اللي بتلحق المرأة والأضرار اللي بتلحق الرجل. إذن هذه ثلاث مهام أو ثلاث أدوار للحكمين، مهام وأدوار نفس الشيء. طيب، لو جاءت الآية الكريمة في سؤال وزاري مثلا، لو إجت وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، استنبط من الآية الكريمة حكما شرعيا منقول يشرع للقاضي تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين المتنازعين، والأولى أن يكون من أهل الزوجين، يعني واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة. طيب، طبعا نحن قلنا أنه القاضي بيبني حكمه في التفريق بين الزوجين في الشقة والنزاع بناء على قرار الحكمين. طيب، في إشي أنشأته دائرة قاضي القضاء اللي هي دائرة المحاكم الشرعية عندنا في الأردن، المديرية، اسم هذه المديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، والتي تتبع لها مكاتب خاصة موجودة داخل المحاكم الشرعية المنتشرة في المملكة. ليش دائرة قضاء القضاء أنشأت هذا المكتب؟ أنشأته ذلك حفاظا على الأسرة وحرصا على التوافق بين الزوجين وعدم التفريق بينهما، هذا القضية الأولى. اثنين، من أجل النظر في فض النزاعات الزوجية، طبعا بعيد عن جو المحكمة وبعيد عن جو الجلسات والتدافع وكذا وإلى آخره. دور هاي مديرية الإصلاح والوساطة إنه دورها تقوم بالإصلاح ما بين الزوجين بعد ما تنظر في النزاعات الموجودة بينهم حتى تبين على مين الحق ولمين وتقرب وجهات النظر. طيب، ما مهام مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري تجاه الأسرة؟ هذا سؤال وزاري. أوضح الدور الذي تقوم به مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في المحاكم الشرعية. نقول واحد، النظر في إنهاء النزاعات الزوجية بتقديم حلول رضائية بدلا من التقاضي أمام المحاكم، تنهيهم بشيء رضائي بدلا من التقاضي. الأمر الثاني معاملة، أو الدور الثاني والمهمة الثانية، معاملة ملف الأسرة بسرية مطلقة، سرية تامة، ممنوع تظهر هذه الأمور الموجودة ما بين الزوجين. طيب، الآن بعد ما تكلمنا عن التفريق للشقاق والنزاع وتكلمنا عن ضوابطهم، بدنا نتكلم عن التفريق بين الزوجين لعدم قدرة الزوج على الإنفاق، لعدم قدرة الزوج على الإنفاق. هذه القضية من حق الزوجين إنه كل أي واحد منهم يرفع قضية على الثاني، سواء الزوج بترفع شقاق والنزاع أو الزوج بيرفع شقاق والنزاع. هذه حق لمين؟ هذه فقط حق للزوجة، لأنه النفقة تجب على الرجل، ما بقدر الرجل يجي يرفع قضية مثل هيك على زوجته، هذا حق للزوجة على الرجل، فالزوجة هي اللي بترفع مثل هذه القضية. ابتداء نقول يجب على الرجل أو على الزوج أن ينفق زوجته. طيب، شو هي النفقة اللي بده ينفقها على زوجته؟ ما هي النفقة؟ أو ما تعريف النفقة؟ لما نقول عدم قدرة الزوج على الإنفاق، إيش المقصود بالإنفاق؟ تأمين الحاجات الأساسية مثل سكن، طعام، لباس، دواء، حتى لو كانت الزوجة غنية، الزوجة لو كان لها مال ملزم الزوج أن ينفق عليها، النفقة تجب على الرجل حتى لو كان عند المرأة مال. إذن هذا المقصود بنفقة الزوجة، المقصود فيه الحال الحياة الأساسية، والمقصود فيها أنه سكن حتى لو كان على قد الحال، والمقصود كمان الطعام، أنه الطعام القوت مش مقصود الرفاهية فيه، واللباس مش مطلوب منه الرفاهية باللباس، أهم شيء أنه بلبسه وساتر عليه وكذا، والدواء مش مطلوب والله أنه الدواء مثلا رفاهية بالعلاج، مثلا مستشفيات من مستشفيات عالية أو مستشفيات خمس نجوم وغير ذلك. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، مين هو المولود له؟ دائما الرجل. كسوتهن رزقهن اللي هي مين؟ الوالدات اللي هي الزوجة بالمعروف، طبعا حسب قدرة الرجل بالمعروف. طيب، الآن يا شباب،
كيف بتترفع القضية الآن؟ إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، سواء كان امتناع عن تقصير يعني معه مال بده يدفع، أو الامتناع مجبور عليه إنه كان فقير وعاجز عن الإنفاق عليها بالمعروف. الآن كل الحالتين، سواء إنه كان عاجز أو كان قادر وما بده ينفق، بتقدر الزوجة ترفع دعوة قدام القاضي مشان التفريق بينها وبين زوجها على الإنفاق. طيب الإجراء الآن المحكمة بعد ما ترفع الزوجة القضية، ركزوا كويس. إذا ثبت إنه الزوج موسر يعني غني، إذا ثبت إنه الزوج موسر يعني غني وما بده ينفق على الزوجة، أصر قال أنا ما بنفق، أو إذا ادعى العجز والإعسار يعني الفقر، أنا مش قادر، لكن مش قادر يثبت إنه فقير، مش قادر يثبت إنه معسر، مش قادر يثبت إنه عاجز عن الإنفاق. إذا شوفوا ركزوا معي، إذا إنه ثبت إنه الزوج موسر وما بده ينفق، أو إنه ادعى إنه معسر وفقير وعاجز لكن مش قادر يثبت، القاضي بيفرق بينهم بالحل مباشرة، قضية هم واقفين محلهم بيفرق بينهم، يلا كل واحد بطريقه الله معه. الحالة الثانية قدام المحكمة، إذا أثبت الزوج إنه معسر، أثبت إنه فقير، أثبت إنه عاجز مش قادر ينفق، القاضي الآن بمهله ما بين مدة شهر لثلاث شهور مشان يدفع النفقة المحكوم بها عليه لزوجته، فإن لم يستطع دفع النفقة حكم القاضي بطلاقها. قال أنا والله خلاص ما من شهر لثلاث شهور، خليه يمهل ثلاث شهور، يجي بعد ثلاث شهور قال يا سيد القاضي والله أنا ما بقدر أدفع، بحكم القاضي الآن بطلاقها. ليش؟ لأنه استمرار الحياة الزوجية مع عدم قدرة الزوج على الإنفاق هو في حد ذاته إضرار بالزوجة واعتداء على حقوقها، والله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تمسكوهن ضرارا لا تخلوها عندك وهي بالحق المضرة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لذلك امساك المرأة في حال عدم قدرة الزوج على الانفاق هو ظلم لهذه المرأة. طبعا المرأة ممكن تصبر واذا صبرت لها الاجر، لكن ممكن المرأة ما تصبر وتروح ترفع قضية، حقها انها تنهي هاي العلاقة الزوجية مش مستطيع انها تاخذ في اي حق من حقوقها. إذا هذه حالتين بتعامل معها القضاء، إنه ثبت إنه موسر ما بده ينفق، أو إنه ادعى الإعسار وإنه مش قادر، لكن مش قادر يثبت، القاضي بفرق بينهم بالحال، بينما إذا أثبت إنه فقير ومش قادر بمهل القاضي من شهر لثلاث شهور، بعد هيك إذا ما إجا وقال أنا مش قادر أنفق، القاضي بفرق بينهم بالحال. طيب إيش بيكون نوع الطلاق في التفريق بسبب عدم القدرة على الإنفاق؟ هو أنا حال استثنائية من كل أنواع التفريق ما بين القاضي، من كل أنواع التفريق بين الزوجين بحكم القاضي. منقول إذا كان التفريق قبل الدخول بكون بائن بينونة صغرى. طيب إذا كان التفريق بعد الدخول بكون نوع الطلاق رجعي ما لم يكن مسبوقا بطلقتين. فإذا كان مسبوق بطلقتين شو بصير؟ بصير فيكون طلاقا بائنا بينونة كبرى. تمام؟ إذن إذا كان التفريق بين الزوجين لعدم قدرة الزوج على الإنفاق قبل الدخول وهي ببيت أهلها بصير بائن بينونة صغرى، إذا كان بعد الدخول بكون رجعي، إلا إذا كان مسبوق باقي بهالزمانات مطلقها طلقتين بنقول الآن صارت بائن بينونة كبرى.
وصارت ايه باين بين الكبرى، لانه بنحسب هذه رقم ثلاثه، بتصير الان باين منه لو بده يرجعها بده بيحتاج انه يتزوجها واحد ثاني وكذا وقصه. طيب ممكن واحد يقول طيب قبل الدخول يعني ما هي ما عليه وش نفقه؟ لا، تجب عليه النفقه، تجب على الزوج النفقه على زوجته بمجرد العقد، بمجرد العقد. الآن المرأة وهي في بيت مخطوبة ومعقود عليها في بيت أهلها، إذا احتاجت مصروف بتحكي مع زوجها بعث لي مصروف، احتاجت بدها تشتري لها لبس بتحكي مع زوجها بدي لبس، احتاجت هدية بدها تلبس لبس على العيد بتقول لزوجها بدي لبس على العيد، وبدون أي حياء منه، لأنه هذا القضية قضية حقوق، هذه قضية حقوق. لذلك هم بمتنع الرجل بيقول والله أنا ما بدي أعطيك، بديش اعطيك، بترفع لي قضيه او بتقول والله انا ماني قادر، ممكن تقول انا ما بقدر استمر معك ما دام انك مش قادر ليش تتزوج. طيب هذا بعد ما بينا الطلاق، اذا وقع الطلاق بسبب عدم القدره او عدم النفقه رجعي، يعني ما كان مسبوق الطلقتين وقع رجعي، فللزوج مراجعه زوجته، بيقدر يرجعها خلال فتره العده، خلال فتره العده بس تكون صحيحة الرجعة بشرطين، الشرط الأول أن تكون أثناء العدة، الشرط الثاني أنه يدفع نفقة 3 أشهر من اللي تراكم عليه ويقدم كفيل عن الباقي، عن النفقة المستقبلية، يقدم كفيل عن النفقة المستقبلية، إذا هذا هيك بيقدر يرجعها، وإلا الرجعة ما بتصح، وإلا الرجعة ما بتصح. إذا حتى يرجعها بالطلاق الرجعة هنا في عدم قدرة الزوج على النفقة بتكون أول شيء أثناء العدة، تمام؟ لأنه ما بيسمى رجعي إذا خلصت فترة العدة، إذا خلصت فترة العدة هنا إيش بصير نوع الطلاق؟ بصير بائن بينونة صغرى، إذا خلصت عدة المرأة بصير مثل قبل الدخول وما رجعها طبعا، تمام؟ لذلك بده يكون وبده يدفع 3 شهور من النفقة اللي تراكمت عليه ويقدم كفيل عن النفقة المستقبلية وإلا لم تصح الرجعة. طيب لو المرأة سقطت حقها يا سيدي القاضي خلص مسامح؟ خلص هي حرة مسامحة، أصل إذا رفعت قضية بتقدر تسقط قضية، إحنا ما بنتكلم عن بنتكلم عن قضية لا زالت موجودة. طيب التفريق للغيبة أو الهجر أو الحبس، لو حطينا هنا كلمة عشان إنه ما ننسى، سنة وهون برضه سنة وهون سنة سنة يعني عام. طيب خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول شيء بنقول في حال الغيبة يجوز للزوجة التي غاب عنها زوجها غيبة تتضرر منها بحيث تكون مدة سنة فأكثر، أقل من سنة لا، إحنا بنتعامل مع السنة فما بعد السنة، سنة فأكثر غاب عنها وبتتضرر بغيبة، هذا معنى الغيبة. بتقدر ترفع قضية مفارقة ما بينها وبين زوجها ما دام انه غايب عنها أكثر من سنة، حتى لو كان إله مال موجود بين أيديها وبتنفق على نفسها منه، لأنه هذا بالحقها ضرر، لأنه بالحقها ضرر من 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 غيبة الزوج. طيب لما يرفعوا قضية الآن دور المحكمة، إذا كان محل إقامة الزوج معلوم، إذا كان معروف وين محله بالضبط، غايب موجود في أمريكا مثلا وعنوانه موجود وكذا وإلى آخره، الزوج برفع له بطلب منه القاضي بطلب منه إنه يحضر يقيم معها، تعال يلا اقعد مع زوجتك أو خذها معك أو طلقها، 3 خيارات، إما بتيجي بتقيم مع زوجتك أو بتأخذ زوجتك يتقيم معك أو إنك بتطلقها، فإن لم يفعل وما أبدأ أي عذر مقبول الآن القاضي بيفرق بينهم بفسخ عقد زواجهم، بفسخ عقد الزواج. إحنا قلنا التفريق بحكم القاضي كله اسمه إيش؟ فسخ، لأن القاضي هو اللي بيفرق بينهم، بينما بينشأ الرجل هو الطلاق. طيب هذا بالنسبة للمرأة، إن كان محل إقامة الزوج مجهول مش معروف غايب بس مجهول محل إقامته، القاضي بيفرق بينهم في الحالة، اجت سنة وين موجود؟ والله ما هو موجود، ما احنا عارفين عنه، ما احنا عارفين وين موجود، خلاص يلا الله معك، انت الآن تعتبري امرأة طالق من هذا الرجل. طيب في حال هجر
الزوج لزوجته. طبعا الغيبه والهجر بيختلف عن بعض، ممكن هون شوف كيف يكون غايب مسافر ببينش بالمره، وممكن يكون معلوم مكان اقامته، ممكن يكون غير معلوم خرج ولم يعد. لكن هون الهجر ممكن يكون بنفس البنايه، ممكن تكون طابقين بيطلع وبينزل ومش راضي يدخل على هذه الزوجة الأولى، أو أنه هاجرها حتى لو ما كانت إلا زوجة له. طيب، يجوز للزوجة التي هاجرها زوجها مدة سنة فأكثر وتتضرر فيه، تتضرر بسبب هذا الهجر، لها أن تطلب إلى القاضي فسخ عقد الزواج. ها؟ بتطلب من القاضي ترفع قضية بدي أفسخ عقد الزواج. الآن دور القاضي، القاضي يمهل الزوج مدة لا تقل عن شهر، يعني شهر فما فوق بمهله ليرجع إليها أو يطلقها. إما بترجع مع زوجتك بتقيم معها الهجر هذا ما بدنا إياه، أو طلقها، لا تتركها هيك لا هي متزوجة ولا هي مش متزوجة، أو بتطلقها. فإن لم يرجع، إذا ما رجع لزوجته وما أبدى عذر مقبول، القاضي الآن بفسخ بينهم عقد الزواج. الآن القاضي بفسخ بينهم عقد الزواج، وذلك لأن من مقاصد الزواج الإحصان والعفة، وهنا لا يتحقق في حال غياب زوجها عنها أو هجرها. طيب، إذا هذا أيضا ما يتعلق بالغيبة، ما يتعلق بالهجر سنة فأكثر. الآن الحبس، تفريق للحبس. الزوجة يجوز لها ويشرع لها أن تطلب التفريق عند القاضي عن زوجها بسبب الحبس إذا حكم عليه حكما قطعيا بالحبس الفعلي لمدة كم؟ 3 سنوات. الحكم لمدة 3 سنوات. طب شو بس السنة هذه؟ إنها ما بتقدر إنها ترفع هذه القضية إلا بعد ما يمضي مدة سنة على حكمه. محكوم 3 سنوات فأكثر. هاي 3 سنوات اليوم انحكم فيها، اليوم هذا مثل اليوم هذا السنة الجاي بتقدر الزوجة ترفع قضية تفريق بسبب الحبس. أما لو جاءت ترفع الله بعد أسبوع، قالت والله انسجن 3 سنوات ولا 10 سنوات أنا ما بدي إياه، بعد أسبوع القاضي بيقول الله معك. طيب جيت ترفع بعد 5 6 شهور القاضي الله معك. طيب بعد 10 شهور القاضي أيضا بردها، حتى تمضي لمدة سنة. بعد السنة بتقدر المرأة ترفع قضية إنها ما بدها زوجها بسبب إنه محبوس. حتى لو كان للمحبوس مال بتستطيع المرأة إنها تستفيد منه، وذلك لأن التفريق بالحكم، الحكم بالتفريق بينهم بسبب الضرر اللي بالحق المرأة. لو قلنا إحنا سؤال عام على عليهم كلهم، يجوز للقاضي التفريق بين الزوجين للغيبة أو الهجر أو الحبس، علل ذلك. منقول لأن أول شيء، لأن من مقاصد الزواج الإحصان والعفة، لا بالغيبة ولا بالهجر ولا بالحبس بتحقق هذا الأمر بنظر هذا الزوج اللي رفعت القضية، تمام؟ هذا المقصد. وهذا لا يتحقق في حال غياب زوجها عنها بالحبس أو غيره أو هجره أو هجره لها. طيب، الآن القضية، الحالة الرابعة من التفريق بين الزوجين بحكم القاضي إلا هو التفريق للعيوب. طبعا هنا هذا حق لمين؟ هذا الحق هون انه يرفع قضية للزوجة فقط، للزوجة فقط. اذا هذه للزوجين، واي واحد بيقدر يرفع قضية، هون ما بيقدر يرفع قضية للزوجة، وهون كمان الزوجة. طيب، الان التفريق للعيوب. التفريق للعيوب في عدة ضوابط، في شروط، انه اي واحد من الزوجين بيقدر يرفع قضية عند القاضي انه بده يفرق بسبب العيوب المتوفرة في الطرف الاخر، لها عدة شروط. واحد، ان تمنع العيوب تحقيق الهدف من الزواج. ها، هذا شرط العيب، انه بيمنع تحقيق الهدف من الزواج. اثنين، لا يمكن مع هذه العيوب المعاشرة الزوجية بدون ضرر، يعني استمرت الحياة الزوجية في ضرر رايح يترتب على هذه الأسرة، سواء على الزوج أو على الزوجة أو على الأسرة ككل. ثلاث، عدم الرضا بالعيب أو المرض حين اطلاعه عليه، عرف عنه سكت أو قال أنا راضي فيه. عدم
الرضا بالعيب أو المرض حين اطلع عليه، فإن علم بالعيب أو المرض عند العقد أو بعده ورضي به فلا يجوز له طلب الفسخ. ما بيجوز له طلب الفسخ ما دام انه رضي من قبل او بعلم عن هذا العيب، ما يقبل منه طلب الفسخ. اذا هذه الشروط الثلاثه حتى انه تقبل هذه القضيه عند القاضي. طيب اثنين، طبعا بدنا نعرف انه شو هي امثله العيوب هذه اللي ممكن تفرق بينهم بين الزوجين او واحد من الزوجين يرفع قضيه على الاخر. ممكن يكون العيب عقلي، ممكن يكون جسمي، ممكن يكون جنسي. العقلي مثل الجنون او صرع مثلا، تمام، هذا العقلي، امرأة مجنونة ولا زوج مجنون وما بده يستمر خلص، يعني بدناش يستمر فيها العلاقة، انجن هذا الرجل او انجنت المرأة. جسمي كالجذام، الجذام اللي هو القروح، والقروح هاي بتعدي طبعا، تمام، وايش بصير مقزز في الجسم حقيقة، يعني كان الرجل والمرأة ممكن تعف نفسه وممكن هم يصبروا بعضهم، ممكن يصبروا على بعضهم ويكون لهم اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. اذا هذا جسمي. في كمان عيب جنسي، ممكن يكون جنسي مثل مرض الايدز، يكون عند اي واحد منهم مرض الايدز، هنا بجوز انه يرفع قضيه بالتفريق ما بينه وبين زوجته او العكس حسب مين الطرف. طيب بدنا نعرف حكم اخر بتعلق بالتفريق العيوب. اذا الزوجين، إذا جدد الزوجان العقد بعد التفريق للعيوب بينهم، جددوا العقد بعد التفريق للعيوب بينهم، والله تفرقوا مثلا جذام، تمام، وبعدين شافوا حالهم بدنا نرجع لبعض، رجعوا لبعض، جددوا العقد، فليس لأي منهما طلب التفريق مرة ثانية لنفس السبب. والله مش مرة برفع قضية مرة ثانية بجسمي وفي عنده جذام وفي عنده جذام، ما برفع قضية، تمام. هذا حكم ينبغي أن نعرفه. القضية الأخرى أنه يعد التفريق بين الزوجين بسبب العيوب فسخا لا يؤثر في عدد الطلقات، لا يؤثر في عدد الطلقات، لا يؤثر في عدد الطلقات. طيب إذا هون مين بيقدر يرفع قضية هنا؟ هون حق لمين؟ للزوجين أنه يرفع قضية، لأي واحد من الزوجين بيقدر يرفع هذه القضية على الطرف الآخر. طيب بدنا نأخذ قاعدة مهمة جدا، إنه التفريق بين الزوجين بحكم القاضي نوع الطلاق فيه دائما، دائما نوع الطلاق فيه إيش هو؟ نوع الطلاق فيه كله، يعني بكل حالات التفريق بين الزوجين بحكم القاضي طلاق بائن بينونة صغرى إلا في حالة التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق فقط. هون قبل الدخول إيش بكون؟ بائن بينونة صغرى، بعد الدخول بكون رجعي، إلا إذا كان مسبوق بطلقتين بصير بائن بينونة كبرى، تمام؟ إذا كل أنواع التفريق بين الزوجين بكون بائن بينونة صغرى. طيب بدي أسأل سؤال آخر، ممكن يجينا سؤال في الوزارة، حالات التفريق بين الزوجين بحكم القاضي كثيرة، أذكر خمسا منها، أذكر خمسا منها. طيب نيجي إحنا ما فيش عندنا بالكتاب بالدرس إلا أربعة، واحد اثنين ثلاث أربعة. طيب وين الخامس؟ الخامس يا سادة رقم خمسة، الخلع القضائي. ايش قلنا عن الخلع القضائي؟ اذا انه الرجل ما وافق على عرض المرأة، بتروح المرأة بترفع عند القاضي، وبيجي لعنده بتثبت عند القاضي انها بتقدر تستمر معاه، وبيجي عند القاضي بيقول انا ما بديش اطلق، بيقول القاضي خلاص كل واحد طريقه. تفريق بحكم مين هذا؟ تفريق بحكم القاضي. اذا هاي عندي حالة خامسة. ممكن يجيب لك ايه؟ انه من انواع التفريق بين الزوجين بحكم القاضي الخلع القضائي، صح ولا غلط؟ مثلا ممكن يقول لك انه من انواع التفريق بين الزوجين بحكم القاضي في ضع دائرة، مثلا يجيب لك مثلا انه الطلاق البائن بينونة
صغرى، الطلاق البائن بينونة كبرى، الخلع الرضائي، الخلع القضائي. تمام؟ إذا ممكن هذا الكلام أنه ممكن هذا يكون ضع دائرة برضه، فبدنا نتنبه لمثل هذه القضية، نتنبه لهذه بالذات أن هذه ممكن أقدر أضمها كذلك للتفريق بين الزوجين بحكم القاضي. طيب، يعني إجمالا هذا الدرس، هذا هو الدرس اللي بتعلق بين التفريق بحكم القاضي. لو أخذنا هيك مثلا بعض المسائل، مثلا شوفوا كيف القضية بالله، هذه رفعت امرأة دعوى لدى القاضي تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها بسبب عدم قدرته على تكاليف علاجها في مستشفى خاص، علما أنهما مؤمنين لدى المستشفيات الحكومية. هو بقول أنا بعالجك بس مستشفيات حكومية، أما مستشفى خاص ما بدي أعالجك حتى لو كان معه مال. الآن المرأة رفعت قضية بتقول أنا بدي أفترق عن زوجي لأنه ما بدي أعالجه في مستشفى خاص لعدم قدرة الزوج على الإنفاق. هل هذه القضية مقبولة؟ لا تجوز، وهي مرفوضة عند القاضي لأنه غير ملزم بعلاجها على حسابه ما دام أنها مؤمنة في مستشفيات حكومية. هو مطلوب منه إيه؟ يقدم النفقة اللازمة، علاج، علاج سواء كان مستشفى الخالدي ولا مستشفى البشير كله علاج. طيب، مثلا رفضت زوجها، فرق القاضي بينها وبين زوجها بسبب الحبس، رفضت بعد ما فرق بينهم بسبب الحبس العودة إليه بعد صدور عفو عام عن المحبوسين. مضت سنة، راحت رفعت قضية على زوجها وفرق القاضي بينهم، بعد شهرين ثلاثة وأنه صار عفو عام وطلع زوجها من الحبس، ويجي زوجها بيقول بدك ترجعي لي، إيش حكم رفضها؟ رفضها صحيح لأن الطلاق بائن بينونة صغرى، فلا يستطيع الرجل إعادة زوجته في هذه الحالة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. طيب، لو بدنا نأخذ لنا مسألة أخرى، فرق القاضي بين زوج محكوم عليه بالحبس 4 سنوات وبين زوجة بناء على دعوى منها بعد مضي سنتين على حبسه، شو الوضع؟ يجوز يجوز له ذلك لأنه يشترط للتفريق بسبب الحبس أن يكون محكوم عليه 3 سنوات فأكثر، وأنه يمضي على مدة حبسه سنة من تاريخه. طيب، رفعت زوجة دعوى تفريق بينها وبين زوجها بسبب الحكم عليه بالحبس 10 سنوات وذلك بعد مضي شهر من تاريخ، بعد مضي شهر من تاريخ حبسه، نقول لا يجوز لأنه لازم أنه يمضي سنة على حبسه. هذا سؤال وزاري. تبين للحكمين تعذر الإصلاح بين الزوجين وأن الإساءة كلها من الزوجة، الإساءة كلها من الزوجة، فقرر التفريق بينهما على قسم من المهر، فقرر التفريق بينهما على قسم من المهر. اتعذر عند الحكمين الإصلاح، الحق كله على الزوجة، حكموا بالتفريق بينهم تمام، على إيه؟ على قسم من المهر. إيش الرأي؟ الرأي أنه غير صحيح، لأن الإساءة إن كانت كلها من الزوجة فيجب أن ترجع للزوج مقابل عوض في حدود المهر وتوابعه يدفع له. والتفريق إيش ماله؟ هل التفريق صحيح ولا مش صحيح؟ طبعا التفريق صحيح، التفريق صحيح بسبب تعذر الإصلاح بين الزوجين. شوفوا بالله ما نوع التفريق، ما نوع التفريق بين الزوجين في كل حالة من الحالات الآتية. ما نوع التفريق؟ كرهت امرأة زوجها فاتفقت معه على أن تدفع له مبلغا من المال مقابل أن يفارقها فوافق على ذلك، شو نوع التفريق؟ تفريق بالإرادة. طبعا هذا خلع، شو نروح نسرق؟ والله هذا خلع، ولا نقول والله طلاق ما بين الصغر. هذا هو سألني السؤال، قال ما نوع التفريق، ما قال ما نوع الطلاق، قال ما نوع التفريق. كرهت امرأة زوجها فاتفقت معه على أن تدفع له مبلغ من المال مقابل أن يفارقها فوافق على ذلك، بنقول التفريق بإرادة الزوجين. طيب، هجر رجل زوجته وكان في مكان إقامتها فطلبت إلى القاضي التفريق بينهما حفاظا على عفتها ففرق بينهما، شو نوع التفريق؟ التفريق بحكم القاضي. طيب، أساءت امرأة عشرة زوجها فقال لها أنت طالق، إيش نوع التفريق؟ التفريق بالإرادة. طيب،
رفض رجل الإنفاق على زوجته فطلبت إلى القاضي التفريق بينهما ففرق بينهما، التفريق بإيه؟ بحكم القاضي. في سؤال وزاري كمان يجي صح وخطأ، بقول لك الطلاق بأنواعه الثلاثة ينهي العلاقة الزوجية، الطلاق بأنواعه الثلاثة رجعي بيان بين الأسرة بيان بين الكبرى ينهي العلاقة الزوجية، مش صحيح، غلط. التفريق بين الزوجين في الخلع الرضائي يعد فسخا، مش صحيح، مش صحيح، طلاق بائن بينونة صغر. طيب إذا جدد الزوجان عقد الزواج بعد التفريق بينهما للعيوب فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه، صح. يشترط لجواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس ألا يكون للمحبوس مال ينفق منه على زوجته، خطأ. إذا هذا يعني ما تكلمنا عنه بالتفريق بين الزوجين بحكم القاضي وبعض المسائل، وأنا إن شاء الله بإذن تعالى هذه المسائل بدل ما نروح فيها حصة كاملة بنشر لكم إياها بإذن تعالى على صفحات الواتس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين.